يجيو كذي في اخر لحظه وتحير شنو باش طيب لهم وشنو خاصه باش تصنف لهم. الحل عندنا احنا في برنامجنا تبارتك علينا، وتحديدا عند الشيخ رامي كالعاده يعطينا اجمل لي غوسيت وابن خاصه. صدقوني قاعدين بعد شقر الفطر نستمتعوا بالتصنيف نتاع رامي. مرحبا يا شيخ. صحوي لك صباح باش. الحمد لله الحمد لله. شحوي لاباس مادام عندي الوصفه نتاع كل يوم نروح متهنيه شنو باش نطيب. صافا الحمد لله. دونك بالنسبه اليوم عملت هكا، ما هو المنيو يتكلف شوية ما ميسيلش، ساعة ساعة نصرف شوية ميسيلش، ونجموا ناكلوا حاجة بنينة. ماك تعرف قد ما تصرف على طنجرة قد ما تجي الماكلة بنينة. الجيب الجيب. لا لا أكيد، هاكا نهار مرة الفوق مرة اللوطة باش نعلموا الناس برشا حاجات، با فورسيمون يشوفنا اليوم يعملها اليوم، مي هاكا تقعد الفكرة في مخه وياخذ لي روسيت، وما حتى نهار آخر يبدا عنده كراسة كاملة فيها دي روسيت رابيد وفاسيل. باش هاك يدخل يولي يخمم ديريكت، يحل في الجدار يلقى يخدم يعمل الفطور ولا يعمل كل شيء من غير ما يخمم في اسرع الوقت. اش عندنا اليوم؟ دونك بالنسبه اليوم عندي سلطه فريد ميت. اي با فورسيمون تكلف حاجه معناها برشا، نجموا نستعملوا السيش كيما نستعملوه في الكمونيه شوابي كيما نستعملوه معناها في السلطه فريد ميت. عندي شيفريت، عندي سيش، عندي كلامار، عندي المول، وعندي كعبة كريفي. نزينوا بهم الفلفل. اي نزينوا به ديك تاع الكراسون، شويه فلفل شويه طماطم، وفي السويت عندي كمونيه شوابي. علاش انا ديما نعمل ميلونج هذا بيه يكون مثلا منو حوت يمشي كامل حوت مش شوربه كذا كذا كذا. وكان عملت اونتري بالفرويد مي، وعملت بعد كمونيه شوابي، وفي الديسير اللي يحبوه الصغار الكل والناس الكل والكبار والناس الكل باش نعملوا كريب. نجمو نخدموها برشا انواع كيما بالفارينا كومبلي، كيما نجمو نخدموها بالكاكاو، كيما نجمو نخدموها بالشوكولاته، برشا طرق. اللي نحبوا عليك. بلا باش نبداو بعد شويه حركتنا في كوجينتنا وتبارتك علينا، اقعدوا معانا باش تبدا طول الحركه. نبداو بالكمونيه شويبي. شوية طماطم. اش نستحقوا واش نقضيوا اليوم يا شيف؟ بالنسبة للكمونية شوابي نستحقوا شوية فلفل، طماطم، هريسة عربي، ثوم، بيان سور الشوابي بيضة، وفلفل أكحل، فلفل زينة، ثوم، كركم كالعادة، الفحم والكمون والكاتري بيس نتاعنا بيان سور، والتومات كونسونتري. تن نوريو الديمارش كيفاه ومن بعد نحكي شوية زيت، شوية بصل. زيت بصل قد ما نحبو يبدا مخصوص شوي بسير. نقصو الشوابي نتاعنا شوي، فما اللي حضرناهم فما اللي يحب يعملها طايبه، ماما طايبه نتاع واحد مزروب مزروبه اي دو بريفيرونس كوميه. انا هاكا عملت كعبات طايبين وكعبات نيين على خاطر عندي في السلطه وعندي في الكمونيه شوي. دونك اللي يحضر المنيو هذا يقرا حسابه وياخذ البلا هذا وهذا في نفس الوقت. وتقص زيد القصه اللي حشتها الكل الكل الكل، نقص الكعبه بالكل. كامله كامله. الكمونيه اللي باللحم شيف رامي نفس الطريقه انت تعملها كيف كيف نفس الدنيا. والكمونيه راهي ماهيش من الاول تتحط فيها الكمون، ديما اخر وقت بعد ما تطيب كل شيء وتقر زيتها على النار هاديه تحط الكمون نتاعك وتخلط. استنى عاد نوريك شريتي المره الاخرى اسكيس هكا. لا خلطهم على بعضهم، نخليهم الكل مع بعضهم باش ناخذ لي سوك نتاع تاع الشوابي باش ناخذ المطعم من البداية في المغرفة. اي فلفل من الاول الفلفل معاهم بيان سور كل شيء يغزل. انا تعرفني قليل ياسر وين نقلي، وبالاخص كي نبدا نستعمل طومات كونسونتري قليل ياسر من قبل. دونك هاكا ناخذ ديمارش الاولاني باش ناخذ لي سوك نتاع نتاع الشوابي، ومن بعد نكمل الطريقه نتاعي. دونك مغرفه طماطم وباي القطوسه ديما
هريسه عربي. عربي. علاش سالتك في الفلفل؟ خاطر فما شكون اللي يحط قرون فلفل في الاخر بالكل يحبوا يابس يابس، معناها يسيبك الحروريه نتاعو. شوي بيقد ما تحبك كلها. قد ما تجيب الكونات كل ما بعضهم. شوي ثوم. كل فحات كالعاده. فحات الكل. شوية ربح إن شاء الله ربي يربح الناس. يربح الناس الكل. زي الكمون في الآخر. شوية فلفل زينة. توا عاد بدا وقت الاستدعاءات والناس بدات شويه هكا تركز مع رمضان، فهمت روحها، تعديتك الايامات الاولى نتاع وجيعه الراس والكل، باش تبدا عاد توا السهريات والاستدعاءات والاستدعاءات خاصه كي يلزمك كي تستدعى انسان تعمل له الحاجه اللي يحبها هو اللي يحبها واللي زاده تظهر هكا عندها. بيان سور هو راهو انت كيفاش ما نعرفش كيفاش نفسر لك، اما انت امبوسيبل زاده باش تستدعى حد باش تعملوا حاجه كلاسيك. ماذا بيك تفرح به لو ماكسيموم، وهو كي يجي يبدا معناها ريكتو سايله قبل ما يدخل للدار. هي من ناحيه الريحه ريحه. صحيح. هاك تشوف. فهمت علاش قلينا من الاول الفلفل والطماطم ناخذوا الماء والفلفل. ريحتهم ولا الماء والفلفل تاع الطماطم، وناخذوا السوك تاع الكمونيه شوابي. في بعضهم يتقلاوا في البصل قد ما تجي بنينه بنينه برشا برشا. فوالا خليوها تمشي على الهاديه جوست هو لهنا. نبقى انا كي نمشي نعملوا السلاطه ونبداو نقيدوا في كل شيء. دونك بالنسبه للسلاطه نقصوا كي لاحظت غزلي استعملت الفلفل والطماطم في الزوز. اي مو انت فهمتك تويكا كيفاش كيفاش ديما تنصحنا قضيه بركه نجمو قضيه بركه نجمو نستعملو حاجتين. فوالا شويه فلفل شويه طماطم تبع سامفوني. فوالا ناخذو السيشن تاعنا يتقص شويه. لو كنت قلت خلطت ما بين اللي طايب واللي انا مثلا قضيه فرويد مير مثلا تكلفت لي اكزومبل كعبه سيش كعبه كروفيت اكزومبل معناها جو دي نابورت كوا اكزومبل سو كلفت لي 30 دينار هذه هدايا نلقى 30 دينار مانيش باش نستعملها في حاجه بركه بيان سور نقسمها فوالا نجم نلعب اونتري وسويت نزازي معناها الكل الاطباق الكل شوي شوي فوالا برشا عباد يقول لك انا خذيت وتكلفت لي غالي تنجم انت ب 30 دينار هذيك معناها ترومبوسي روحك معناها تعمل بها لونتري تعمل بها سويت وفرسيمون كل شيء مثلا كيلو كريفيت استعملته كان في لونتري ولا كيلو فرويد مير اون جينيرال استعملته في الفرويد معناها تنجم تقسم تعمل شوي 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 هكا شوي كيما تشوفوا حطينا سيش كالامار وعادة ما ناكلوش برشا راه في رمضان معناها ساعات الواحد يزيد يبدا يزيد كيما قلت انت باي القطوسه وبعد في الاخر يفضل منه دونك شويه شويه هكا باش تبدا الطاوله مزينه دونك حطينا كل شيء. حطينا طماطم وفلفل بصل والفرويد مير سيش وكالامار والموت. فوالا السيزونمون ساهل على الاخر قارس. الكميه هذه تقريبا نص كعبه. شويه ثوم شويه وزن كل شيء في الخفيف. أي. شويه شيفريت وباش نبداو نخلطوا السلاطه نتاعنا. وبيان سور الفريد مير ماذا بينا تكون مصموطه الكل. كيما انا صمتها خاطر كان باش نعملها بالوقت باش تحب لها برشا دونك تتصمت بالكدا بالكدا وتتنظف بالكدا بالكدا. قداش تتصمت هكاك؟ تصمت لمده سويعه من زمان على نار باهيه معناها فهمت. بيان سور فما حاجات تقعد برشا فما لا كيما الشوابي تقعد برشا كيما الكلامار زاد يقعد برشا، اما بالنسبه للشفريت دوما يمس الماء سخون كي هو هو الماء. غليوه في الماء معناها شوابي وشويه وشويه ملحه شويه ملح. ديجا هو كي يبدا بحري مش لازم تستعمله، فما الكونجلي هذاك تحط معاه شويه ملح، اما يبدا فريش ما تحط معاه حتى شيء، حطه كيما هو ومن بعد الملح.
دونك لفاح قارس زيت زيتون قرنوس ناخذوا هريسه عربي وزيت والقارس ديجا غادي نفوحوا الهريسه لهنا شوي كمون نحطوا نقطه ماء هاو تذكرنا شيف بالمقادير نتاع السلطه سلطتنا اليوم السلطه لازمها السيش اللي هو الشويبي والكالمار والمول والشفريت انت باش تعمل المنيو نتاعك مثلا سا ديبو قداش عندك من بشار في الدار نصبوا الفيح نتاعنا دونك هذه السلطه نتاعنا اليوم كيف كيف الكمونيه نتاعنا قاعده كما تقول انت شيف تمشي قاعده تمشي كل شيء اون مارش اون مارش باش نتعداو بعد شويه نعملوا الكريب دونك عاده برشا نساء يقولوا لي الكريب ما تنجحش برشا ما تجيهمش خاصه كيف اللي ناكلوها عند المطاعم معناها باش نوريهم احنا الوصفه الصحيحه وهما بعد يتصرفوا في المقادير اللي يحبوا عليها الحاجات والله برشا عبيد يقول لك شبيها جاتني يابسه شبيها درشنية شبيها جاتني هكا معناها ما جاتنيش كيما نحب انا دونك باش نعطي لي زاسوس نتاع الكريب باش نعطي برشا طرق نتاع الكريب وكيفاش تزيد العظم وقتاش تنقص كذا باش العبيد تعرف معناها شنو لي زيفي اللي يصير دونك نجيو لهنا حقوا إيتر حليب. إيتر حليب عليهم، قداش فارينة؟ 600 فارينة، والفارينة ماذا بينا تكون فارينة سبيسيال باتيسخي. فوالا. غربلوها؟ أها. غربلوها قبل ما نستعملوها تتغربل؟ بيان سور تتغربل. أه؟ عليها 200 زبدة. أي. عليها 5 عظمات. 5 عظمات. فوالا. باهي. دونك الكيلو عليه 5 عظمات. نستعملوا نحن ها باش توا باش نبدأ. رطل فوالا. مثلا. كي باش تعمل لا مش رطل. إكزومبل نقعدوا ديما في روسيت الكيلو. بيه. مثلا انا باش نستعمل 600 فرينه وباش نستعمل ايتر حليب ونستعمل 5 عظمات ما نجمش نزيد حتى شيء بار 200 غرام زبده والسكر والملح كي باش نستعمل انا مثلا باش نعمل فرينه سبيسيال باتيسيري نورمال باش نعمل شطر فرينه وشطر فرينه فيتا فيبر اللي بالقمح ولا تولي نزيد في العظم فهمتك اكزومبل مثلا تولي 500 فرينه ايه؟ عليهم 300 فرينه فيتا فيبر كومبلي هذيك عليهم عليهم 7 عظمات برشا بداو يمشيو في التوندونس هيلثي وينقصوا شويه من الفرينه ولا اللي عنده حساسيه عاده زياده للفرينه دونك فما بيت عنده مشكله مع الفرينه ما ياكلش وماذا بيك ياكل حاجه بالفرينه سون غلوتين اللي هي بون ما نعرفش نفسروا بالعربي الجلوتين شنو هي اما الجلوتين عنده حساسيه عليه والرجي دونك يقلقوا ولطف عليكم ينجم حتى يتعبوا بالكدا بالكدا دونك فما هاكا ديجا يتباعوا في لي غرون سيرفاس تلقى باكوات فرينه سون غلوتين هكاك يسهلونا نحن باش نخدموا لي ريسيت نتاعنا كل شيء وكيما مثلا فما اكزومبل كي باش تخدم بالفرينه كومبلي واحد عامل ريجيم يستعمل الفرينه كومبلي وماء يزيدها الماء في بلاصه حليب يستعمل الماء ايه وفما اللي نورمال معناها ما يخلقوش يستعمل الزبده ويستعمل الحليب والعظم نتاعو وجو باهي ما فماش علاش باش يخاف دونك نبداو في الريسيت نتاعنا نحطوا نحطوا 200 زبده ذايبي على ايتر حليب 5 عظمات نتاعنا ماذا بينا الحليب يكون دافي شويه باش الزبدة ما تكعبرليش تعمليش لي غريمو في ندفيوه شوية دافي كيما تاع البيبي اللي باش يشربوا فيها أنا فيها نظام معين فيها نظام بيان سور نحطوا السكر زاد هنا مش احنا كل مرة نحطوا حاجة معناها من غير نظام فما اللي يخدمها الكل مع بعضها لازمها بالترتيب
تعرفني ان حتى خارج الحصه نبدا نحكي معك على سورتو في الديسير كل شيء لازم بالضبط كل شيء الكوجينه تنجم عينك ميزان كما في الديسير في الديسير لازم بالضبط ساعات فما ديروسيت لازم تعمل للمعون حتى من المعون يكون بارد معناها ساعات مثلا في المكرون ولا حاجات في اي حاجه في روسيت مثلا غاستو كي باش تستعملها تزيد حتى 10 غرامات زايدين رتي اي صب لي السباتول هذه في يدك وبشويه بشويه 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 لا ما تنطرش لا لا صب علاش نعملوا هكا نحن باش لي غرومو ما يقعدوش هكا العبرات ولا وفرد وقت ندخل الهواء في الكريم في الباتر تاعي كي نحطها تعمل الشوك مع الـ مع الـ مع السخانه ما تبوت ليش وما تطلعش تعمل لك معناها هكا شيره منفوخه او شيره طايحه او شيره بيضه او شيره لا فهمتك فما عبيد تحط شي يظهر لي ما نعرفش حط شويه ملح اي ديجا مش نحطوا ملح فهمتك ديما في الروسيت الكريم خذوها قاعده اي مثلا مش استعمل بانسي ملح بانسي سكر معناها بانسي سكر بانسي ملح معها زوز زوز ملح زوز سكر زوز ملح ديما الملح قد السكر بالضبط في فرينا هذا صبها الكل لو كما تقول انت نخدموها هكا بالطرف بالطرف نصبوا الفرينه باش يتحلوا هكا الفابر الكل بدات فيها لا لا وفيها ذوق ما كان لي بول اي شو ما ديم سخنه البوالا نتاعنا دونك الكمونيه زاد ما زدناهاش ما خليها خليناها تطيب في الماء اللي صبيناه من المره الاولى ديجا هذا تعطي في ريحه زينه خلي كيما نقص عليها النار بيان سور ديما الكمون في الاخر في الاخر باش ما يعملش المطعم ويقعد المطعم مفاوح يعطي او زيد الكمون كي يطيب برشا يولي مر يولي مر سي سا هذاك اش حبيت نقص برشا عباد يطيبها من الاول ومن بعد يقولش بها مر وفما جو هكا وهو يشيح يولي فيه كي تحس هكا القزه فيه دونك دو بريفيرونس فيها ديما في الاخر باش يقعد لنا بنين شويه زيت الزيتونه ونخليوها سله سله نطيحوا لها في 6 دقري وخليوها تمشي سله سله وماذا بينا هكا نهويوها شويه باش تمشي وتخرج زيتها وتمشي وتولي هذه استيوس تسمى هاي بيان سور مثلا اكزامبل باش نعطي حاجه خاطيه مثلا اكزامبل كي باش تبدا تغلي تصمت في حاجه ولا حط حاجه كي في الماء كي باش معناها تفيد ذاك الماء ولا الحليب اكزامبل تحط المغرفه هكا وتحط لها سخانه حاجه كبيره ما عادش يفيد الجمل تحط مغرفة مثلا انت قاعد تصمت في حاجة وخايف مثلا تعمل لك الماء فوالا باش تفيد لك الماء يعمل لك الكشكوشة نتاع الحاجة اللي تصمت فيها الكشكوشة باش تفيد مثلا اكزامبل تحط المغرفة هذيا ماش تنجم تفيد لك جملة ديما المغرفة بحث الغاز أي حاجة نحطوها نحط فوقها المغرفة اللوحة دونك السلطة نتاعنا حاضرة لهنا كمونية كيف كيف تو جوست باش نقدوا الكريب نمشيو للكريب فوالا دونك ناخذوا شويه زبده بيان سور لهنا ما ننساوش نحطوا شويه ملح ترينا ما حطيتش هاو هاو انا هاو بحذايا جبتوا بحذايا وما... شويه ملح دونك 10 غرامات عملنا سكر و10 غرامات ملح والا نجموا احنا نقصوا شويه اقل شويه اقل شويه علاش خاطر انا عملتها نوتر تمشي ملح وحلو تمشي وحلو خاطر انت تعملها حلوه وتزيد تحط فيها الشوكولاتة والشكال وتزيد تعمل لها العسل وتزيد تبدا تفنن فيها ماك تعرف في رمضان واحد يبدا صايم يحضر دونك اللي باش يلقاه قدامه باش يحط دونك هاكا نعملوا ليكيليبر البات نتاعنا روسي تكون ايكيليبري معناها نوتر
ومن بعد في الشوكولاته نجم نعمل صورها انت ذي معها حلو وهذاك حلو كيفاش المطعم دوخه طول دوخه ما فما سهريه فما نوم من بعد ما فيهاش حل الحكايه توا ناخذوا شويه زبده ديما الزبده معانا في الباتيسري انت حكارك كيفاش بالنسبه لل هكا لوش وحده اي لوش وحده والا هكا لا لا هكا لوش وحده تحاول بعد وريني ميساش كعبه الاولى عليك كعبه الاولى انا ديما تجرب راهي الكعبه الاولى ميساش عندك كعبتين وانا عندي ونهز هكا انا باش لا لا ديما فوق النار ديما فوق النار هز هذه بحذا لا خاطر انت كيفاش وعدها انا باش عيني ميزاني هكا من بعد الغادي او باش نقص شويه لا هزها كامله كامله لوش كامله فوالا ما يلزم نقرب هكا فما حتى لوش صب 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 زيت لوش لا ما تزيدش تو طبح ونخليها كعبة جلاس هكا هاني يما نتفنن هاني اليوم عم باش نعملها برشا اشكال خذيت برشا شوكولا عملتها نوتر هي باش نعملوا ليكيليبر قلنا نتاع الفات والشوكولات باش ما تبداش الفات سكري وليزانغريدون كله حلوين دونك يولي اكسي نتاع حلو وواحد كيسنس بالحلو راهي حاجه خايبه برشا دونك هنا مقعدنا كان باش نعملوا الدريساج نتاع الدريساج نتاع السلاطه فوالا انا عندي كعبات الكريب خدمة هذه بالحق شيف يلزم زوز هذي عليه ليش تو انت تعمل كعبه وانا نعمل كعبه لا لا نحكي لك بعدها في العائله ما يقلقنيش انا نجم تعمل دو بوال تنجم ثلاثه بوالات سا ديبون تي والبلاصه اللي موجوده اما باهي لاستيوس نتاع اللوش هكا وخاطر نشوف فيها في ساعه ما تابت ما تقعدش فيها كالعجينه في الوسط علاش نحن علاش حطينا شويه شويه ما صبيناهاش كل شيء من بعد حطينا بشوي بشوي باش يدخل الهواء في الفرينه ويدخل في العجينه نتاعنا في البات وهكاكا فما برشا رياكسيون يصيروا في البات اللي يخليوها تيب فيسا وتعطينا الكولور اللي حشتنا بيه. دوك باش نزينوا السلاطه نتاعنا عندك كعبات ليتشو كعبات ليتشو مضبوطه. اي. سيرش هذيك كانت نجم نبعدها حاضر. اهو نحن ماذا بينا في كوجينا ما نحيروش وما مادام عندي لبنه بحذايا انا بدي زاده ما نحيروش صدقوني رايح السلاطه لا لا ماكش تشوف انت شايف في المشهد انا مشهد زيت بتاع الزيت كي قر الزيت ضعفي هذاك تاع كي تبدا هكا ما نحسها معناها حاجه من الماكلة ريحة الوالدة ومن ريحة هكا الزيت كيفاش كي تقرر معناها تطيبها على نار هادية قد ما تعطيك لي سافور الكل اللي حاجتك به نقلب الكعبة شايف ولا مازال خليها هكا دوما تحركها شوية ومن بعد نوريك كيفاش هكا زادة فوالا دونك تحركها ومن بعد نعملوا القلبة نتاعها هكا فوالا خليها تيب وعاود هكا ونعرض هكا كوتي حاجة استنى ما تفلتش الغادي انا مش سايبك لما تعودها راهي الوحده نتاع القلبه هكيك معناها باش تقلبها كيفاش؟ مش سايبك الا ما تتعلمها كيفاش تقلب البات نقول لك وقتاش هذاك جوست بعد الجنجل خاطر باش نتقابلوا بعد شوي باش تلقاو كل شيء حاضر باش نزينوا احنا كل شيء هكيك عندكم فكره كامله على شنو تنجموا تصنفوا اليوم يظهر لي مالا شيف رامي الناس اللي تتفرج فينا ما عادش عندها مشكله تنجم من توا تحضر الليست نتاع الاستدعاءات نتاعها في شهر رمضان خاطر عندنا ديجا ادبار هذه حاضره مزيانه وبنينه وزدت كملت انت بالكخيف اللمسه نتاع الكخيف مزيانين على الاخر. باش نذكر سيدي المشاهدين بالنسبه للونتري عملت سلطه في البير سلطه بغيل البحر وفي السويت في البلا برانسيبال عملت كمونيه شويبي وبالنسبه للديسير عملت كريب كريب كيما فسرت الروسيت نتاعها كيفاش وفرد وقت عملت دريساج اللي يهرب جمله على الكريب العاديه نتاعنا معناها
دونك هكا دو بريفيرونس نعملوها باش صغارنا ياكلوا واللي يجي يقعد معناها يقعد يغزر وماذا بيك ياكل ياكل الفردوق تلقى حاجه بنينه ولا دونك جوست باش نوري الساده المشاهدين خاطر بتاتر هكا ما يتفهمش دونك نعمل دريساج في لاسيت تشوفوا مكعبه الكريب كيفاش عملتها بالضبط تعمل هكايا معها لي شوكولا ونجيو من الفوق من الكل مثلا هذين نعملوهم تاع 10 من الناس مثلا اكزامبل نعملوا 10 كعبات كريب هكا ملفوفين ومن بعد كل واحد يهز كعبه وتنوريو كيفاش ندرسيوها في السحر باش نكملوا نوات كوكو شويه نوات كوكو كيما نجمو نحطوا فاكهه شويه توبينغ شوكولا شوكولا مزيانه برشا باش نزيدوا اللي يحب زاده العسل هكا نكونوا كملنا الزينه نتاعنا نكملوا شويه زاده الوان ما فيها باس فوالا هكا بالنسبه لي انا مهمتي فات نبقى لي كيفاش نقول لكم شهية طيبه توا مهمه الامهات اللي تفرجوا فينا الكل مازالت خاطر باش تدخلوا توا للكوجينه اما اقعدوا تبعوا ديما دبارتك علينا في الوطنيه الاولى شهية طيبه والى اللقاء.